السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة شيف سامي كويزين، وصحة رمضانكم. اليوم ان شاء الله راح نديروا مقروط اللوز هاوليك كما راكم تشوفوا، جم ما شاء الله هاوليك يدوب في الفم. هاوليك شوفوا الطري ما شاء الله كما راكم تشوفوا. هاي نتكلوا على ربي ونديروا. هاوليك واش نسحقوا؟ عندي هنا اللوز، انا عندي 400 غرام تاع اللوز، ما تلحوش بزاف بزاف، شغل بودره، لازم يكون شويه متوسط هكذا كما راكم تشوفوا. عندي لافاني، سكر فاني، عندي حبه بيض، عندي القارص لمن زازت. هاوليك قارص مبشور اللمن، عندي ثاني حبه قارص هايليك، وعندي الكونسنتري تاع القارص تانيت، السكر عندي هنا 400 غرام تاع لوز، اني داير 200 غرام سكر، وعندي المزهر هاوليك. وانتوما كيما تحبوا، اذا حبيتوا تما ديروا اكثر دائما ضعفوا ولا نقصوا ولا كيما تحبوا. هاي نتكلوا على ربي. باش نبداو دوكا نديروا السكر تاعنا، نسيو ندوبو السكر تاعنا، هذا هو لو سكري تاع مقروط اللوز. نديرو القارص، نديرو حبة بيض تاعنا، لافاني، مغرف تاع قهوة تاع لافاني، ونديرو المزهر. خلاص نكتب لكم المقادير. نخلطوا البيض تاعنا بالسكر والمزهر كيما راكم تشوفوا هكذايا، باش السكر تاعنا يذوب ويجيكم معسل من الداخل. هذا هو لو سكري تاع مقروط اللوز. هكذا كيما راكم تشوفوا رانا ذوبنا السكر تاعنا. دوكا نديروا هذاك العطر تاع القارص، ونديرو المبشور تاع اللمن هاوليك، تاع القارص هاوليك، لمن زست حبة، وكنديرو اللوز تاعنا هاوليك. نطلعوا اللوز تاعنا كيما راكم تشوفوا، ديجا راهي تطلع ريحه ما شاء الله تاع القارص. هكذا ونبداو نزيدوا له بشويه تاع مزهر حتى يولي يجي يحكم روحو في يدكم. هاري دوكا عندي هنا مغرف تاع مارغارين ولا زبده ولا اللي عندكم، ندخلوها في العجينة تاعنا. دوكا نديرو شوية فرينة هكذا في بلون طرافاي تاعنا، ونحلوها هكذا كيما راكم تشوفوا. هكذا كيما راكم تشوفوا حليناها. دوكا نبداو نقطعو في المقروط تاعنا كيما راكم تشوفوا هكذا، وديروهم الحجم اللي تحبوا. وهاي ليك مقروطه تاعنا كيما راكم تشوفوا هكذا، ونكملوا الباقي هكذا. دوكا نديروهم في الكوشه، نطلعوا الكوشه نسخنوها الماكسيموم، ومن بعد نقصوها، نقصوا لها حتى 160 درجه، ونديرهم لمده 7 8 دقائق ماكسيموم، علاش هما لازم ينشفوا برك، ماشي زعما يطيبوا يطيبوا. ونتلاقاو ان شاء الله. هاوليك كيما راكم تشوفوا راهو طاب دركا، جا ما شاء الله. هاوليك دوكا واش نديرو؟ نسكروه. عندي هنا مزهر هاوليك، المزهر تاعي ندير له شويه فانيلا كيما راكم تشوفوا، نص برك مغرف تاع قهوه، نحلو الفانيلا تاعنا في المزهر. عندي هنايا سكر غلاس هاوليك، راني دايرو في ساشي، تقدروا ديروه كيما تحبوا. و
واش نديرو؟ نديرو المقروط تاعنا هكذا في المظهر ونحطوه في سكر الكلاص هنا. هاذي كيما راكم تشوفو ونسكرو الباقي كيما هكذا. هاوليك المقروط تاعنا رانا سكرناه كيما راكم تشوفو، جا ما شاء الله. خاصنا نحلكم حبة الداخل تشوفوها، هاوليك هاو يدوب في الفم كيما راكم تشوفو. واش نقولكم، ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو هادي. اذا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يلحقوكم دي فيديو جدد، وإن شاء الله نتلاقاو في دي فيديو واحد آخرين. صحة فطوركم والسلام عليكم.